بصعوبة كبيرة بدأ عمي مجيد الحديث عن وضعه الصحي والمرض الذي فتك بجسمه بعدما نال ورم سرطاني من كليته اليسرى وبدأ في الانتشار في الكبد. كلية التي أصابت مما بعد الكبد، ومن هنا بدأ العلاج، رحلة العلاج الشاق. عام ونصف يمر على اكتشاف ذلك الورم الخبيث، وكل الطاقم الطبي الذي أشرف على معالجة عمي مجيد أكد له استحالة شفائه في الجزائر ونصحه بسفر إلى فرنسا لوجود دواء يمكنه إيقاف انتشار المرض ومن ثم إمكانية استئصال الورم. الحل كان بالإجماع أنهم وصفوا لي دواء جديد غير متوفر في الجزائر وفي المغرب العربي وفي الشرق الأوسط، ومتوفر فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي، وحتى الاتحاد الأوروبي لم يرخص إلا مؤخرا لهذا الدواء على مستوى الصيدليات. ما يكون العلاج فقط في المستشفى؟ عقلتان كل 15 لمدة 6 شهور. بداية عمي مجيد في ميدان العمل كانت بمهنة الصحافة، اشتغل صحفيا بمجلة الشرطة سنة 1989، ولا يزال يتذكر تلك المرحلة المهنية من حياته وأصدقائه الذين شاركوه إياها. في ميدان النشر والإشهار، وقبلها كنت صحفي بمجلة الشرطة التي التحقت بها في سنة 89. أنا خريج معهد الصحافة دفعة 88. بالمناسبة أشكر شكرا جزيلا كل الزملاء وزميلات الدفعة، أهيب وأناشد المسؤولين وعلى رأسهم وزير الصحة بأن ينظر إلي بنظرة حانية أو ندائي إلى جميع المحسنين وذوي القلوب الرحيمة والذين يريدون أن يتاجرون مع الله أن يهبوا لنجدتي. عمي مجيد يحتاج إلى من يمد له يد العون ويساعده في جمع مبلغ العلاج وإنقاذ حياته من ذلك المرض الخبيث.